فيما يتعلق بالنفايات الطبية، احنا عندنا 4 محارق على مستوى الوادي، 3 شغالين وواحدة داخلة تطوير في حدود مبلغ 134,000 وكسور، وده تم توفيره من قبل وزارة الصحة وجاري العمل على إصلاحها اللي هي في مستشفى الخارجة العام. عندنا محرقة في إدارة بلاط، وحدة القصر وذخيرة، وعندنا في القصر في مركز باريس، وعندنا محرقة الفرافرة في مستشفى الفرافرة. المحارق سعة 3 طن، بيتم الحرق 3 دورات في الأسبوع. عندنا 4 للنقل، 4 عربيات، 5 عربيات، 4 3 طن، 4 كام نقول بالنسبة للأرقام، 1 طن والباقي 4 طن. دول بينقلوا بيخدموا على باقي المراكز في نقل النفايات الخطرة من أماكنها لأماكن الحرق. احنا عندنا بالنسبة لنا المحارق بالنسبة للقصر وفي باريس وذخيرة في بلاط، دي محارق تعتبر جديدة ومعاها ضمان لغاية 2020. حرقة الفرافرة دي من 2009، فالحمد لله ما عندناش مشكلة، ويتم الفصل من المنبع والتخزين جوه الغرف مجهزة لهذا الشأن في أماكن وجود تجميع النفايات، كان مستشفى أو وحدة، لحين نقلها بقى وحدة الحرق بتاعت مستشفى وحدة القصر في باريس، اللي هي كثيرة الشكوى من الأهالي. ده لانه المواطن طول الوقت اول ما يشوف محرقه مع دخان ايا كان درجه الدخان ده، يتصور ان ده هيضر بالصحه العامه. الوزاره لما بتعمل محارق بتتم مع عمايلها انشائها او تركيبها بمعايير بيئيه صارمه، وبناء عليه مفيش منها ضرر ابدا على البيئه ولا هتضر بالمواطن باي حال، لانها لو فيها اي ضرر وفيها اي نسبه اثر بيئي مخالف من خلال وزارة البيئة ومديرية المسؤول البيئة في المحافظة، دي على طول بيتم وقفها وصيانتها، وما بيتمش الحرق فيها إلا لما نأمن إنها غير ضارة بالبيئة المحيطة. وبناء عليه أنا بحترم شكوى المواطنين اللي طول الوقت في لجان أثبتت إنها تتفق والأثر البيئي، وبيطمن المواطنين إن الموضوع مش بنفس الخطورة اللي بيتكلموا فيها، وإلا ما كناش هنشتغل.